فضيلة الشيخ، شخص صلى المغرب ودخل شخص آخر فأراد أن يتصدق عليه وصلى معه، وبعد الصلاة قال له أحد الإخوان لا بد أن تأتي بركعة لأنك صليت وتر النهار. نعم، الصواب لا، أنه لا يأتي بركعة، وذلك أن هذه الصلاة معادة، صلاة مغرب معادة وليس الصلاة مستقلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين تخلف عن الصلاة معه في الفجر، قال إذا أتيتما مسجد جماعة إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، ولم يقل إلا المغرب فاشفعوها. فالمهم أن الإنسان إذا صلى المغرب معادة فإنه لا يشفعها، يأتي بها ثلاثية. نعم.